ما لا شك فيه أحيانا نقول إن كبير السن هو اللي يزار دائما، والمريض هو اللي الذي يزار، لكن أحيانا يكون بعض الناس عندهم شيء من الهمم هم اللي يزورون. فأنت يا أبو عمر أنت من زرتنا، أنت صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على هذه الدقائق التي سوف نقضيها. كذلك للدلالة أنك صاحب فضل، إن حنا بنسألك وأنت اللي تجيب الفضل للناس، ومنها إلى أن أنت صاحب الفضل لأنك أنت بتدلي ما عندك من أفكار ومن طموحات ومن يعني فوائد للآخرين. أنت برؤيتك فقط تحسس الآخرين إلى أنهم عاجزين، إلى أنهم مقصرين، إلى أنهم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أشكر من تعنى معك، جزاهم الله خير، سواء من اللي حاضرين الآن نشاهدهم، ولك أناس آخرين لم نراهم ولا نعلم أين هم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بما قدموا بما يقدمون وبما، فأسأل الله أن يجازيهم الفردوس الأعلى وأن يكون لهم أوفر أن يجازي أن يجازيهم أفضل ما جازى أو من أحسن ما جازى والدين عن ولدهما. آمين. جزاك الله خير والله، يعني بيض الله وجوهكم. طبعا جيتي أنا المحتاج، أنا أتقرب إلى الله بهذه الزيارات. نعم. لأن كلنا محتاجين إلى الله وما ندري إيش العمل اللي الله يقبلنا فيه. صحيح. الخطوات هذه لعل الله يكتبها لنا في ميزان الحسنات. الله يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا الله سبحانه وتعالى يشتري منك غبار، الله يكرمك التراب اللي يطلع من رجلك. لغبار ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وكيف الخطوات هذه؟ طبت وطاب ممشاك. يطيب ممشاك، أجل أنت كيف يسوي معك؟ إحنا معنا أبو فراج متابع يرحب بك كذلك، معنا يتابعنا دائما ما شاء الله. أنا ما ودي أقطع حديثك، لكن من عادة المجالس أن بعض الأشخاص لازم يسأل، ولازم كذلك عندنا مثل يقول اللي في القدر طلعه المغرفة. نعم. فإحنا إذا ما غرفنا ما راح يطلع من عندك شيء. لنا ذكريات مع العم أمين الله يرحمه. الله. العم أمين علم من أعلام السوشيال ميديا ومن قناتنا ومن قنوات الواقع وقناة بداية، وله بصمة على جمعية حركية. الله يرحمه. وله بصمة في جمعيات أخرى، وله بصمة الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين أجمعين، وأن يقدس أرواحهم في الفردوس الأعلى وأن يجازيهم عنا خيرا. ودنا بذكرياتك مع ولو جلسة خاصة ما أحد علم بها اليوم، إلا عبد الله بن أعمه والعم أمين الله يرحمه. هذا المجلس أنا أعتبره اليوم يوم بر ووفاء. تمام. أيوة، لأنه ذكر محاسن الموتى هذه من أقرب القربات. تمام. وهذا لعله عاجل بشرى المؤمن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ له صيت في الأرض إلا وله صيت في السماء، إن كان صيته في الأرض حسن فصيته في السماء حسن. نعم. وإن كان صيته في الأرض سيء فصيته في السماء سيء. نعم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا برضو أشكر بعد الله سبحانه وتعالى، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اللي أتوا معي اليوم أخوي أشرف، طبعا أشرف هذا الجندي الخفي، هو ما يحب يتكلم. أشرف يعمل. أنا لولا الله ثم هذا الرجل أنا ما جيت الآن وما تحركت. هو مرافقي من أول رحلة دعوية في حياتي وإلى الآن، وإلى أن نلقى الله إن شاء الله. أنا نصيب إن شاء الله. آمين. هو صاحب الفضل بعد الله علي، والدتي المباركة موجودة معايا، وكل من ساعدني وساهم معايا في
توصيلي للخير. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أخويا خالد الشهراني طبعا أول ظهور إعلاني له وإعلامي في اليومين هذه، ولو تعلم ما به من تعب وألم لعذرته أنه ما يتحرك حتى شبر. ولكن هذا الرجل الجندي الخفي، هذا الرجل مبتلى ابتلاء عظيم وكبير، لكنه من الصابرين ومن الناس اللي أنا أفتخر فيهم أنه يكون أخ لي في الله. ترتيبي مع جيتي في الرياض، اتصلوا علي قناة المجد وقالوا لي نباك تجي ببرنامج عندنا، وقناة الواقع عندهم برنامج. قلت له أبشروا، احنا هذا المتنفس الوحيد اللي نتقرب إلى الله به في توصيل الخير للغير، وهذه تسمعك الإنس والجن والقاصي والداني. بعد ما قفلت منهم خالد دق عليه قال لي أنا جاي من المدينة تبغى شيء؟ أنا كنت في جدة. قلت له إيش عندك جاي جدة؟ هو له فترة ما يجي جدة لأنه ما يقدر يسافر أصلا من تعبه، وما بحرق لكم، هو يتكلم عن نفسه. فقال لي جالس 3-4 أيام وبسوي عمرة وبشوف أبوي وأمي زيارة، برضو زيارة بر ووفاء ما شاء الله. فقلت له تيجي معي الرياض رحلة دعوية نتقرب بها إلى الله، توصل رسالة لعل الأمة تستفيد منها. قال لي معك روح. الحمد لله. فجاء من الرياض على طول ثاني يوم، على قولهم فشخته سرقته من أهله وجبته معايا. فصراحة سطر أعلى معاني التضحية ويتكلم هو. ذكرتني بعم أمين. العم أمين هذا من الرجال اللي أنا كل ما أتذكره أحزن على فراقه فقط، ولكن سلوانا إن موعدنا حوض رسول الله إن شاء الله، موعدنا عند ملك الملوك. نعم. مع والدي ومع كل من مات عظم الله. نعم. أجرك في صديقك. نعم. وعظم الله أجر أهله وأسكى ألبسهم لباس الصبر والسلوان. نعم. كلنا رايحين، قالوا الدنيا زي المطار، صالت قدوم وصالت مغادرة. صالت القدوم مستشفى الولادة، صالت المغادرة المقابر، ونحن بالانتظار. متى الرحلة بس؟ متى يقولوا لك يلا أطلع على السفر؟ والزاد تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقالوا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الله هي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يرزقني وإياكم القلب السليم. العم أمين كان من أول من فتح يعني باب الدعوة في درة العروس بجدة، وكان درة أول من فتح، أول من ساهم في الدعوة لقاء في درة العروس هو عم أمين، لأنه كان مالك وكان يحب المشايخ ويستضيفهم لسه قبل ما حد يعرفه، يستضيفهم ويطبخ لهم سمك ويسوي يكرمهم مضياف لكل من جاله. ما في أحد من المشايخ ما زاروا، ما في أحد إلا وراح وله فضل بعد الله عليه إيش عم أمين. ولما نيجي نزوره يعزمنا في بيته يقول إيش رأيكم إخوانكم محتاجين كلمة، تروحوا هنا نجمعهم وكلمتين تذكرهم بالله. ويجي في الدرة على السقالة ونسوي كلمة، نجهز ميكروفون. ف يعني رجل ذو همة، نتعب على ما نقول من هو عم أمين. تمام. ساهم في كثير من المشاريع للزواج الجماعي للمعاقين، كان يوفر لهم عن طريق المحسنين الأثاث و أدوات الكهربائية للبيت لكل معاق. كم حضر زواج جماعي حضرناه في الرياض وفي جدة وفي المدينة كلها، كان يجهز للمعاق
من الفرش والآثاث المكيفات هو السبب في هذا. وكذلك لما طلع في التلفزيون كسب قلوب الناس في يعني بكلماته البسيطة النيرة. الناس اللي ما تعرفوا أنه عمامين ما تزوج لين ماتت والدته برا بها، كان يخدمها ويشيل من تحتها وينظفها، وكان صاحب دعوة مستجابة. الرجل إذا دعا بس خلاص انتظر الفرج. وآخر أيامه لما مرض طبعا كان في المستشفى، وهذا يشرفني أنا وافتخر وأفرح إني آخر من زاره. الله أكبر. كنت أزوره بغيبوبة، تخيل كلهم يقولوا لي يا أخي عمامين بغيبوبة ما يقدر يتكلم. أقول لهم أقرأ على الفاتحة وأسلم عليه وأمشي. فلما ندخل عنده وهو مغيب أتكلم معه يقول يا هلا يا هلا يا هلا. أقول له عمامين عرفتني؟ يقول وهل يخفى القمر. الله أكبر. وهل يخفى القمر، أنت أضحكتنا وأبكيتنا وفرحتنا، أنت حبيب الجماهير. وبدل ما أنا أذكره بالله هو يذكرني بالله. وبدل ما أنا أوصيه بالصبر والله يا أخواني صار هو يرقيني وهو مريض. وآخر يوم قال لي يا ولدي أنا رايح لملك الملوك. أنا رايح؟ رايح لملك الملوك. الله أكبر. رايح لحبيبي. قلت له عمامين إن شاء الله تقوم وتخرج. قال لي لا لا أنا ماشي، بس يا ولدي أنا أحبك، وإذا مت ترى والله هذه من اللي أثرت فيه، تراني تركت لك 5000 ريال عند الزوجة، إذا مت حيعطوك إياها. ما بيني وبينه شيء غير محبة في الله. أقول له عمامين أنا جاي أتقرب إلى الله بحبك، أنت فيش وتتكلم فيش؟ يقول لي أنت ما أنساك، لعلي ألقاها شفاعة عند الله مثلك يكرم. وآخر ما قبل ما يتوفى زرته قال يا ولدي أبناءنا الأيتام هم أبنائي، أسست وقف في المدينة المنورة وأنا أبغى أسسه، وأول من يتبرع به أنا متبرع 5000 ريال فيه أول سهم. تمام. وقف البر أو اللي هو في المدينة عن الأيتام. بعدين قالوا دخل في غيبوبة وروح زرته. زرته ما عاد يتكلم خلاص، فاتحين له أنبوب دخلوا له الليب حلقه. فآخر واحد زرته الصباح مات. أنا زرته الساعة 1 في الليل. الله أكبر. أيوه. فقلت له عمامين فاكرني يقولوا أنك بغيبوبة، أنا عارف أنك ما أنت بغيبوبة، دائما يقولوا بغيبوبة وتكلمني. عرفتني؟ فدمعت عيونه. دمعت عيونه بس؟ دمعت عيونه ما يقدر يتكلم. ما يتكلم؟ لا، هز راسه كده ودمعت عيونه. قلت له أنا جاي أودعك، الدنيا رايحة. وملتقانا حوض رسول الله. قلت لك كده؟ ايه. سلمت عليهم ومشيت. الصباح توفى الله يرحمه. الله يرحمه.